التفت الجماهير في المدرجات العب يا اهلي، لكن يعني الكره الراسيه خدها انخيل مويا بمنتهى السهوله، ويعني نزعه هجوميه في اداء النادي الاهلي بعد التغييرات. كمان اصحاب الخبرات يتالقون يتكلمون يبدعون فوق البساط الاخضر. السكندري الراسيه يا راجل يا راجل، وحلوه حلوه حلوه، الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن زكريا، حلوه هي، رساله سلام، رساله محبه، رساله تآخي، رساله للشهداء، الله الله الله، حينما تكون الرساله راقيه رائعه ممتعه يعني جميله فيها كل اللوحه الابداعيه، ولما لا؟ هل هناك احتفاء بالشهداء؟ اجمل من ان يكون الاحتفاء بارقى الكلمات واجمل المعاني وافضل السطور والكتابات هو ابداع كروي يسطر فوق البساط الاخضر. مؤمن زكريا ينفجر ابداعا بتصويبه ولا اروع. يا سلام عليك يا كرة القدم، يا سلام عليك يا مؤمن يا زكريا، روعة الروعة يا ابني، خد الكرة اللي مرتدة على طول من كايدي وصوب. بص شوف بص شوف الروعة، الجمال الجمال الجمال، الله عليك يا كرة القدم راسمة البسمة وعلى طول التي تقول للعالم مصر صامدة، مصر كبيرة. هي رسالة من البوابة الرياضية.